كده ما يكونش فاضلنا غير الفيديو الاسمبلي. كل اللي عليك بس تدخل على الميتس تبدأ تعمل ميت للفيز دي مع فيز دي مثلا. اوكي ممكن تعمل فليب بس انا مش عايز اعمل فليب لدي. انا مثلا انا عايز تبقى مثلا فيكس دلوقتي. اقول لك لدي اللي تبقى فلوت ميت الفيز ديت مع مثلا الفيز دي واعمل ايه فليب بس عشان اقدر ان انا اعملها ريفرس. ادوس اوكي اقدر اشيل دي كده لقدام. بعد كده الفيس ديت مع الفيس دي تبقى كونسلنت ميتس. بعد كده اختار الفيس دي مثلا واخليها كونسنتريك مع اي فيس من هنا واضغط ايه اوكي. رجع بقى الجزء ده تاني فلوت. خلي ده تاني زي ما كان فلوت. تمام كده. بعد كده ممكن مثلا رجعنا البارت ده لورا شوية الجزء ده لورا شوية. ممكن دلوقتي تختار مثلا الفيس دي مع الفيس دي مثلا نعملها ميت مثلا مع الفيس دي. بلاش الاتش مع الفيس دي مثلا. ثانية اعملها تاني عشان اشوف مالو معصلك ليه. تعالى بقى نجرب دلوقتي مع الفيس اللي جوه ديت. وبعد كده هدي limit distance المسافة مثلا خليها 50 ونجرب. اخليها مثلا 60 اخليها مثلا 100 زود لغاية ما تلاقي ظبطت معاك. يبقى كده ايه 160 هخليها 220 ممكن اخر حاجة تخليها 200 وايه 240 لغاية ما تبقى معاك بالشكل اللي قدامي ده. او خليها 220 اوكي تضغط اوكي. طيب دلوقتي انا ممكن بس هنعمل تعديل بسيط في البارت ده. هو اوريدي مثلا مفتوح. ممكن تعمل اوبن بارت او تيجي من هنا مثلا تختار رايت بلان السكتش تختار سنتر لاين. تخلي مثلا طوله كام 50 وبأمر ال 3 بوينت ارك تبدأ توصل للدي. ناخد أمبر ال 3 بوينت ارك أوصل للدي كده ونزلها بالشكل ده. ممكن نحن نخلي دي كده تانجنت مع دي. بعد كده من خلال ال ريفولف سكتش ريفولف يس أباوت مين أباوت اللاين تضغط ايه اوكي. ايه مشكلتك؟ مفيش مشكلة. هو عايزنا بس نقفل له الشكل. فانا ممكن اعملها من خلال السيرفيس واعمل لها ريفولف ايه ريفولفد سيرفيس واضغط ايه اوكي. تمام. او عايز تعملها ريفولفد من الفيشرز كنت لازم انت تقفل ايه السكتش ده. يعني مثلا تعالى نعمل سبريس لدي مثلا. تعالى نسبريس كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنت ممكن انت لو عملت بس اللاين ده كده وصلت بيه كده ماشي سيلكت. وبعد كده رحت الفيشرز عملت ريفولف دوست يس خلاوت مثلا اللاين ده سكتش سيلف تمام. اللاين ده مثلا الغي امسح اللاين ده من سكتش تريم
امسح اللاين ده ترم، ممكن تخلي البوينت دي مع البوينت دي كونسيومت او ميرج. اوكي جرب بقى كده. بس اشتغلت تمام. ده لو انت عايز تعملها من الفيتشرز. بعد كده تعمل سيف عادي. بعد كده هتروح للاسمبلي تضغط يس بحيث انه يعدلها لك اوتوماتيك. طب تعالى نشوف الايرور فين في ديت. تعالى نعملها دليت مثلا. نعمل بولد. عايز اعرف بس مش عايز اعدي اللون. تمام بس شوف احنا عملناها في الايه في الاتجاه ده. تمام احنا عملناها في الاتجاه غلط. فخلينا بس نرجع تاني سيبها زي ما كانت. نيجي هنا احنا عاملينها هنا المفروض تتعمل في الاتجاه ده. مفيش مشكلة انا ممكن بس هتلغيها بقى وتعملها هنا. يعني هتلغيها وتعملها عشان بس وقت. تمام دلوقتي بعملها ورا من ناحية ال الريشة اللي ورا ديت. وصل بيك دي طلع 50. اوكي الارك مع ال edge tangent. اوكي من الفيتشرز يس. طيب لازم نقفل. نوصل دي مثلا بدي. او convert اختار ال edge دي. وضعت اوكي. بعد كده من features pivot yes yes. طيب ال error ظهر. نمسح دي كده بال power trim. نمسح دي ودي بس نسيب الجزء اللي فوق عشان عملت كونفرت نسيت امسح. يس بس تمام كده. اوكي بعد كده نروح للاسمبلي الاقي اوتوماتيك اتعدلت هنا ايه لوحدها. طب عايزين بقى ايه نظبط ال هنعمل ميت الفيس ديت مع الانترفيس اللي هنا دي. وضعت ايه اوكي واعمل لوك للجزء ده مع الجزء ده. اعمل لهم ايه لوك. وضعت اوكي. بص تيجي تلف ده كده هتلاقي اللي ورا بيلف. انا بس عايز ابينها لك بالشكل ده تمام. طيب تعالى بقى نعمل الموشن ستادي من خلال نختار الاوبشنز. فريم هيبقى 25 فريمز. اوكي الموتور عن طريق انا اختار الفيس ديت. الدايركشن هيبقى في الاتجاه ده. هنا هنخليها مثلا نقول 70 اند اوكي. بعد كده دوس رن. اوكي هنكون خلصنا فيديو النهارده واشوفكم فيديو جديد. كان معاكم باشمهندس عمر. الى اللقاء.